غادي يضرب الميكرو. أمير وين؟ إذا ما ديكاس كذا مرة هي كمان. إذا عوني بعيد عليه وغادي. نزل. شد أمير وين؟
هتحطوا تشارجة ولا هناك؟
مرحبا بكم محباء كرة السلة، مرحبا بك أكيد عزيز مباشرة من قاعة غرومبيليا. وبداية المباراة بين الشبيبة القيروانية والداليا الرياضية بغرومبيليا في إطار الجولة الأولى إياب لمسابقة كأس الجامعة لنا في قاعة غرومبيليا بين الداليا الرياضية بغرومبيليا وشبيبة القيروان أحباء كرة السلة وكذلك أحباء الكرة البرتقالية. نعطيكم تشكيلة الفريقين بالنسبة للفريق الضيف الداليا الرياضية بغرومبيليا: صفر يسري عمار، أربعة حسام الحاج علي، خمسة أحمد الربعي، سبعة فاخر بوزو، تسعة حازم ساسي، 11 يوسف جواحد، 13 وليد فليجان، 14 لؤي رودوسلي، 15 فارس بن جيمة، 23 فارس البوغانمي، 35 أيمن الراجل المدرب خليل النجار. بالنسبة لتشكيلة شبيبة القيروان: خمسة واصف المثناني، ستة محمد أيوب الجيبسي، سبعة عبيد كوشات، ثمانية مروان لغنج، تسعة جاد ثمانية قلت مروان لغنج، تسعة جاد الجوادي، 20 يوسف العبودي، 22 محمد سانديد، 23 اسلام العجمي، 24 يوسف الضيف، 30 محمد المنفذ، و35 صفوان القهواجي لاعب شاب من مدرسة الشبيبة، وكذلك 69 من الله الحامي، زوز لاعبين أواسط الشبيبة. إن شاء الله بعد في المباراة نعطيكم أكثر معلومات على لاعبي شبيبة القيروان لأول مرة في تشكيلة الشبيبة الرياضية القيروانية. مدرب الشبيبة مروان كشريد المساعد واصف كشريد شقيق مروان. بالنسبة لحكام المباراة الثلاثي: أنيس الباجي، مهدي الغربي، محمد بن مبروك، طاولة النقاطيين محمد الهمالي، برهان التلي، وطارق بن حمودة. بالنسبة لمراقب المباراة هو هيكل القسنطيني. تقريبا 8 دقائق 41 ثانية منذ بداية الربع الأول، تعادل سلبي 0-0 بين الديالي الرياضي بغرومبيليا وشبيبة القيروان. بالنسبة لخماسي الشبيبة اللي عاول عليه مروان كشريد في الربع الأول: محمد المنفذ، مروان لغنج، يوسف الضيف، محمد أيوب الجيبسي، ووصف المثناني. وبالنسبة لخليل النجار الديالي الرياضي بغرومبيليا يعاول على الخماسي الأساسي. نتبعوا العملية تحت السلة ناجحة، أول سلة ناجحة لشبيبة القيروان. يعاول على يوسف جا وحده اللاعب المنتدب من الشبيبة القيروانية في شكل إعارة لديالي الرياضي بغرومبيليا. كذلك يسري عمار، فراس بن جيمة لاعب الشبيبة السابق فاخر بوزو، وكذلك اللاعب رقم 35 أيمن الراجدي. هذه خماسي الديالي الرياضي بغرومبيليا. بن جيمة ينجح، بن جيمة على المربع، يعادل النتيجة 2-2 بين الديالي الرياضي بغرومبيليا وضيف شبيبة القيروان. تعود الامتلاك للشبيبة. محمد المنفذ، مروان لغنج يبحث على المساندة، يلعب مع وصف المثنيني، المحاولة في تفنيقات ضايعة من الشبيبة وترجع من جديد وصف المثنيني يربح الخطأ. وصف المثنيني في الالتقاط الهجومي يرتكب عليه الخطأ. يوسف جا وحده، نذكر هذا اللاعب منسق لاعب الداليا، لاعب سابق للشبيبة، لاعب شاب من أواسط الشبيبة. ترجع الكرة لشبيبة القيروان من جديد. مروان لغنج، مروان، يوسف الضيف، يوسف الضيف، يوسف الضيف، والحكم يقول خطأ ماشي بالكرة. الحكم يقول خطأ ماشي بالكرة، وبالتالي ترجع للداليا. الحكم مهدي الغربي يقول خطأ ماشي بالكرة. ترجع الكرة لصالح الديالي الرياضي بغرومبيليا في 7 دقائق 26 ثانية، تعادل 2-2 بين الديالي وضيف شبيبة القيروان لإطار الجولة الأولى من كأس الجامعة. ذكر الشبيبة تحت الصدارة 4-4 المركز الأول دون هزيمة في مسابقة كأس الجامعة، وهذه المباراة الخامسة بالنسبة للشبيبة. في خربوزو من جديد، التسديد الثلاثي ضايعة وترجع امتلاك للديالي من جديد. يوسف جا وحده امامه يوسف الضيف، يوسف جا وحده زال محافظ على الكره. يوسف جا وحده من جديد للديالي الرياضي بغرومبيليا، يدخل داخل المنطقه من الدرايف ويضيع الكره، يضيع الكره اللاعب ايمن الراجي، وترجع للشبيبه. مروان لغنج من جديد، المنفذ
واسف المثنيني، يوسف الضيف من جديد، محمد المنفذ تحت السلة شو يعمل بالكورة؟ يضيع ويربح الكرة الأخيرة. ممتاز لعب محمد أيوب الجيبسي، يضرب الكرة في بن جيمة في رأس، وترجع الكرة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. امتلاك جديد لصالح الشبيبة. مروان لغنج، وصف المثنيني، وصف يخير يلعب الكرة مع محمد المنفذ. محمد المنفذ، يوسف الضيف يدخل داخل المنطقة، يخرج للعب خارج القوس ليه مروان. مروان لغنج تحت السلة، أيوب ينجح، ينجح زوز نقاط إضافية مع الثانية الأخيرة. 4-2 تقدم الشبيبة. على ديليا ترجع الكرة كمنسق يوسف جا وحده، ونهاية 8 ثواني كان اللعب، 8 ثواني في مناطق، وبالتالي ترجع للشبيبة. ممتاز المحاصرة والضغط من يوسف الضيف، يخلي يوسف جا وحده يرتكب لنا خطأ 8 ثواني، باعتبار أنه قعد 8 ثواني في مناطقه، في قوانين كرة السلة غير مسموح للعب أنه يبقى 8 ثواني مستحوذ على الكرة في مناطقه، بالتالي ترجع للشبيبة من جديد. محمد المنفذ، محمد المنفذ، دفاع المنطقة تمدو والداليا ينجح. ممتاز، زوز نقاط مع رمية إضافية للشبيبة، زوز نقاط مع رمية إضافية للشبيبة لتوقيع وصف المثنيني، وعلى مستوى مع 4 للشبيبة يساعد الفرق 6-2 قبل 5 دقائق 54 ثانية على نهاية الربع الأول. رمية حرة إضافية لوصف المثنيني، وصف المثنيني ينجح مع 5 للشبيبة، 7-2، والامتلاك للديليا يوسف جا وحده، يوسف جا وحده من يوسف الضيف، يوسف جا وحده، مازال محافظ على الكرة، يوسف جا وحده من جديد، يسري عمار والكرة للديليا الرياضية بجرومبيليا، فاخر بوزو، فاخر بوزو تحت السلة بن جيمة، تتقصى الكرة الهجوم لصالح الشبيب من جديد، أيوب الجيبس شو يعمل بالكرة، شو يعمل أيوب، يضيع الكرة وترجع للشبيبة القيروانية تحت السلة وينجح. ممتاز لاسيست من محمد المنفذ، يصلح محمد أيوب الجيبسي على المربع، سأل الممتنع. زوز نقاط إضافية، 9-2 للشبيبة في توقيت 5 دقائق 10 ثواني على نهاية الربع الأول. من جديد يوسف جا وحده، يوسف جا وحده، دفاع منطقة يعتمدوا الشبيبة، دفاع ضاغط حاليا للشبيبة، رجل لرجل يعمل درايف ممتاز من خارج القوس، يضيع وترجع للشبيبة الهجوم المعاكس. محمد المنفذ ايش يعمل بالكورة؟ محمد المنفذ يربح الخطأ، يربح الخطأ ضد فخر بوزو، الهجمة للشبيبة، وبالتالي كرة جانبية مع تغيير أول ديليا خليل النجار، ومن المفارقات مدرب المساعد السابق للشبيبة خليل النجار أصبح المدرب الأول للديليا الرياضية بجرومبيليا. مدرسة الشبيبة حتى في المدربين قادرين أنهم يكونوا في فرق في الرابطة الأولى، سواء في كرة السلة ولا في كرة القدم أو في كرة اليد. وبطولة كرة السلة خليل النجار عنده تجربة سابقة مع المدرب السابق للديليا أحمد الكيفي كمساعد، ثم عنده تجربة مع شرطة المرور، تجربة زادة مع ديليا الرياضية بجرومبيليا مع الشبيبة كمساعد، وفي الأخير أصبح مدرب أول لديليا الرياضية بجرومبيليا خليل النجار. حظ موفق لابن الشبيبة، ترجع الكرة للديليا ينجح. ممتاز لعب في رأس بن جيمة، تقريبا 4 نقاط سجلهم هذا اللعب، سجلهم تقريبا هذا اللعب 4 نقاط مع وقت مستقطع. أول يطلبوا خليل النجار في ربع أول، 11-4 للشبيبة مع 7 قبل 4 دقائق 9 ثواني، و4 نقاط سجلهم لاعب فراس بن جيمة، لاعب الديليا الرياضية بجرومبيليا، لاعب الارتكاز تحت السلة، ومع 7 لشبيبة القيروان. ونذكر أحباء الديليا الرياضية بجرومبيليا وكذلك أحباء شبيبة القيروان اللي يتابعوا فينا مباشرة على 93 إذاعة الحياة، أو 98 كذلك بلاتين، والموقع الرسمي لشبيبة القيروان، تنجموا تشاهدوا المباراة مباشرة على الموقع الرسمي للشبيبة حباء ديليا الرياضية بجرومبيليا على شن يوتيوب. مباراة بين الشبيبة وديليا الرياضية بجرومبيليا في ترجل الأولى لكأس الجامعة إياب، 11-4 للشبيبة مع وقت مستقطع، كان طلبوا
خليل النجار، وبالتالي باش ترجع الكره لصالح الشبيبه الرياضيه القيروني. قلت اللي تابعوا فينا حاليا على 93.98.9 في تونس الكبرى والموقع الرسمي لشبيبه القيروان بث مشترك، نجم متابع المباراه مباشره عشان يوتيوب لهذه المباراه. في الحقيقه الجمهور قليل العدد يواكب هذه المباراه من احباء الدالي الرياضي بغرومبيريا، مع تقريبا 15 عنصر و15 محب من شبيبه القيروان. تحيه لهم اللي تحولوا لقاعة غرومبيريا لمتابعه فريق شبيبه القيروان، اللي تقريبا عديد العناصر الشابه في تشكيله الشبيبه. اذكر لاعب صفوان القهويجي، لاعب الصغر الشبيبه موجود على بنك البدلاء. نسمع فيك. ترجع الكره لصالح الشبيبه، مروان لغنج ينجح اول ثلاثيه في المباراه للشبيبه. مروان لغنج يساعد الفريق مع 10 14 مقابل 4 لصالح الشبيبه القيروانيه. من جديد ترجع الكره للدالي الرياضي بغرومبيريا، ممتاز تقص الكره لصالح الشبيبه. محمد المنفذ يرجع لمروان لغنج من جديد لصالح الشبيبه الرياضيه القيروانيه. يوسف الضيف، يوسف الضيف، مروان لغنج، محمد المنفذ، من جديد الكره لصالح الشبيبه. مروان لغنج التسديد ينجح، ثلاثيه ثانيه ناجحه لمروان لغنج. 17 4 مع 13 للشبيبه القيرونيه، 6 نقاط في رصيد مروان لغنج. ترجع الكره لصالح الدالي من جديد للاعب يسري عمار امام الجيبسي في الدفاع، والحكم يقول خطا. انيس البيجي يقول خطا لصالح الدالي الرياضي بغرومبيريا، وبالتالي ترجع كره جانبيه مع تغيير الدالي الرياضي بغرومبيريا. لؤي الردوسلي يدخل رقم 14، يخرج رقم 35 ايمن الراشدي في صفوف الدالي الرياضي بغرومبيريا. في الحقيقه فريق شاب الدالي الرياضي بغرومبيريا، فريق محترم جدا، فريق اللي تقريبا عطى نكهه في بطوله كره السله في السنوات الاخيره بفضل حنكة المسؤولين اللي أشرفوا على الدالي الرياضي بغرومبيريا، وكذلك الجمهور اللي عنده جمهور من ذهب، جمهور الدالية اللي كان المساند الأول لهذا الفريق. شفنا الفريق وصل أدوار نصف نهائية، توج بكأس تونس، وكان قلق الفرق الكبرى في كرة السلة. نتمناو الرجوع لسالف إشعاع هذا الفريق الممتاز بصراحة، الدالي الرياضي بغرومبيريا، عناصر ممتازة، عناصر شابة. إن شاء الله رجال الأعمال يلتفوا حول هذا الفريق الشاب الدالي الرياضي بغرومبيريا، وتحية كبيرة برشا للمسؤولين اللي سهروا على نجاح هذا الفريق في السنوات الفارطة، وأخص بالذكر إسماعيل الرقوبي وبقية الإطار اللي ساهموا في نجاح هذا الفريق. إن شاء الله الدالي يعود إلى سلف إشعاع، وكذلك المسؤولين اللي ساهرين حاليا على هذا الفريق الدالي الرياضي بغرومبيريا. هذه محاولة وينجح، ممتاز جدا في خربوزو أول ثلاثين يشحى، يقلص الفرق العشرة الدالية الرياضية بغرومبيريا 17 مقابل 7، والكرة تعود لصالح الشبيبة من جديد. محمد المنفذ، محمد المنفذ تقص الكرة للشبيبة من جديد لوصف الاثنين، الحكم يقول بين اثنين، ترجع للشبيبة بين اثنين، تغيير، يدخل جد الجوادي، يخرج يوسف الضيف. وذكر أن الشبيبة منقوصة من اللاعب المنتخب التونسي أحمد الضيف. يدخل يوسف العبودي، يخرج محمد المنف. دقيقة 56 ثانية والتقدم للشبيبة 17-7. مروان لغنج، مروان لغنج، ترجع الكرة من جديد، مروان، مروان يضيع الكرة، يضيع الكرة وترجع لصالح الدالي فخر بوزو. فخر بوزو من جديد ليسري عمار لؤي امام مروان لغنج في المتابعه، والخطا، خطا في دفاع الشبيبه من محمد ايوب الجيبسي، وبالتالي كره جانبيه للدالي الرياضي بغرومبيريا 17-7.
دقيقة 33 ثانية من جديد 17-7 على الشبيبة، 10 نقاط فارق أمام الدالية الرياضية بغرومبيليا. وفريق الشبيبة يساعد في النسق وكذلك في الفريق رويدن، رويدن واصف المثنين يربح القطاع زوز رميات حرة للشبيبة، يربح القطاع زوز رميات حرة للشبيبة. نذكر لمن التحق بنا من أحبائي شبيبة القروان سواء على الحياة في مع 93 إذاعة 30-98-9 أو الموقع الرسمي للشبيبة القروانية عشان يوتيوب. 17-7 للشبيبة مع خميسي الربع الثاني حاليا، وصف المثنيني عبيد كشات، جاد الجوادي، يوسف العبودي، مروان لغنج. ومع 10 للشبيبة الأولى ضايعة، رمية حرة الأولى في انتظار رمية حرة ثانية لشبيبة القروان ينجح. مع 11 للشبيبة 18 مقابل 7 والامتلاك للديليا. لؤي رودوسلي من جديد، ترجع يسري عمار لؤي يصبح كمنسق لعب الديليا أمام يوسف العبودي في المحاصرة. لؤي ينتظر المساندة، مونتيز تحت السلة ويضيع اللاعب ديليا الرياضية، اللاعب فراس بن جيمة، والالتقاط الدفاعي للشبيبة. مروان لغنج، مروان لغنج يعمل درايف مونتيز ليوسف العبودي، جد الجودي من جديد، مروان لغنج، مروان يدخل داخل السلة ويربح يربح الكرة، يربح الكرة، امتلاك جانبي لصالح الشبيبة مع تغيير. يدخل رقم 9 حازم سيسي، يخرج فراس بن جيمة، والامتلاك سيعود للشبيبة قبل 6 ثواني من نهاية الهجمة للشبيبة. جاد الجواد، مروان لغنج، مروان، مروان من جديد، وصف المثنيني، عبيد كشات، التسديد الثلاثي، يضيع الكرة، والامتلاك للديلي الرياضي ببرومبيلا، الهجوم المعاكس. من جديد اش يقول الحكم؟ يقول خطأ محمد، هنا خطأ ضد مروان لغنج، محمد بن مبروك، والاعتراض من مروان لغنج، والكرة تعود للديري الرياضي بغرومبيلي. لؤي رودوسلي أمام يوسف العبودي في المتابعة، لؤي ينتظر المساندة من جديد، يدور بالكرة ممتازة، يلعب مع حازم سيسي تحت السلة، حازم سيسي، حازم سيسي من جديد، واش يقول الحكم؟ الساق فاخر بوزو على الخط، وبالتالي ترجع لصالح الشبيب. والهجوم المعاكس للشبيبة القيرواني، عبيد كشات، عبيد كشات يلعب بالجد الجواد، يدخل داخل المنطقة تحت السلة ضايعة، والحكم يقول لصالح الداليا. معرفش لهنا أنيس البيجي، أنيس البيجي ممتاز، ممتاز للعب، ممتاز الحكم الأول هنا مهدي الغربي، حوار ممتاز بين مهدي الغربي وأنيس البيجي، وفي الأخير مهدي الغربي يقول الكرة ترجع للشبيبة. تفاهم كبير، تنسيق بين ثلاثي التحكيم إلى حد الآن في المباراة. وصف المثنيني تتقص الكرة، الهجوم المعاكس للديالي ريدبي غرومبيلي، التسديد مع آخر ثانية جي مع نهاية الربع الأول بتقدم أو مازلت 0-6 من العشر، لأن الحكم مازلت حسب الصبورة 0-6 من العشر و 18-7 للشبيبة، ونهاية الربع الأول، نهاية الربع الأول في قاعة غرومبيليا بتقدم الفريق الضيف شبيبة القيروان على الدالي الرياضي بغرومبيليا 18-7. نعطيكم أهم استنتاجات هذا الربع الأول بالنسبة لأحبائي شبيبة القيروان وأحبائي الدالي الرياضي بغرومبيليا اللي التحقوا بنا حاليا. نهاية الربع الأول 18-7 لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. ونذكركم بتشكيلة الزوز فرق بالنسبة لفريق ضيف شبيبة القيروان. التشكيلة الأساسية اللي نزل بها مروان كشريد، وصف المثنيني محمد أيوب الجابسي، عبيد كشات، مروان لغنج، جد الجوادي، يوسف العبودي، محمد سنديد، إسلام العجمي، يوسف الضيف، محمد المنافس، صفوان القويجي، أمن الله الحامي. وبالنسبة لتشكيلة الداليا الرياضية بغرومبيليا، يسري عمار، حسام حاج علي، أحمد الربعي، فاخر بوزو، حازم ساسي، يوسف جواحد، وليد فليجان، لؤي رودوسلي، فراس بن جيمة، فارس بوغاني، وأيمن الراجي، المدرب خليل النجار. بالنسبة لشبيبة القيروان اليوم يغيب عليه لاعب المنتخب التونسي أحمد الضيف، وحسب آخر المعلومات أنه أحمد الضيف وكذلك إسلام العجمي نلقاو اليوم
في تشكيلة الشباب، ولكن على بنك البودلاء كانوا في طرابلس المنتخب الوطني التونسي. وشفنا لهنا في تشكيلة الشباب عدة عناصر شابة موجودة على بنك البودلاء، ربما مروان كشريد في الربع الثاني أو الثالث أو الرابع يتم تشريك عدة أسماء من أوسط الشبيبة خريجي مدرسة شبيبة القيروان. في المقابل الدالي الذي بجرومبيليا فما زوز عناصر كانوا في شبيبة القيروان، يوسف جا وحده لعب أوسط الشبيبة، تمت إعارته لهذا الفريق، وفراس بنجيما منذ الموسم الفارط يلعب مع فريق الدالي الرياضي بجرومبيليا. وشفنا في بداية الموسم خليل السجني بألوان الدالي الرياضية بجرومبيليا. فرصة لزوز فراق سباقة كأس الجامعة جولة الأولى إياب، تحذيرات للبطولة الوطنية باعتبار فترة راحة، تحذير للمنتخب الوطني التونسي. فريق الدالي يحذر لمرحلة تفادي نزول، فريق الشبيبة يحذر للإياب ولمرحلة التتويج. ونذكر أن الشبيبة كان استغنى على اللعب الأجنبي الأوكراني لاعب المنتخب التونسي ماكسيم، ويبحث على تعزيز رصيد البشري بلعب أجنبي في المرحلة القادمة، وكذلك الدالي الرياضي بجرومبيليا في فترة قادمة كذلك تعزيز بلعب أجنبي. نعود للمباراة، تعود الكرة في الربع الثاني للدالي الرياضية بجرومبيليا للؤي الرودوسلي من جديد أمام مجدل الجوادي، أو اللاعب لؤي الكرة في آخر بوزو، في آخر بوزو تقص الكرة، الهجوم محمد المنفذ، محمد المنفذ ينجح، ممتاز محمد المنفذ رغم المضايقة من فاخر بوزو، وزوز نقاط مع 13 للشبيب. فاخر بوزو من جديد، فاخر بوزو يلعب مع يسري عمار، حسام الحاج علي رقم 4، حسام حاج علي يلعب مع لؤي أمام يوسف العبودي في الدفاع من جديد، الكرة تعود لحسام حاج علي، دفاع ضغط بالنسبة للشبيب، عبيد كوشات يدور بالكرة يسدد الضايعة، الكرة ضايعة والالتقاط الدفاعي لشبيبة القيروان جاد الجوادي يلعب مع واصف المثنيني، تعود الكرة جاد الجوادي، لعب جاد الجوادي في خطة مركز أول في خماسي لسيسي الفترة الثانية ربع الثاني من الشوط الأول، جاد محمد المنفذ واصف المثنيني، واصف المثنيني، واصف عبيد كوشات التسديد، ضايعة الكرة، ضايعة مع الثانية الأخيرة من نهاية الهجمة، ضايعة من يوسف العبودي مع تغيير للداليا، يدخل وليد فليجان يخرج في خربوز رقم 13، وليد فليجان يلعب الكرة من جديد لحسام الحاج علي أمام وجد الجوادي في المتابعة، حسام الحاج علي، حسام الحاج علي زر محافظ على الكرة، يلعب مع يسري عمار من جديد، وليد فليجان وهذا اللاعب يمتاز بالتسديد الثلاثي، وليد فليجان، حازم سيسي تحت المربع يضيع، حازم سيسي لاعب ارتكاز طويل القامة تحت السلة يضيع الكرة وترجع للشبيبة قبل 8 دقائق 20 ثانية على نهاية الربع الثاني مع 13 للشبيبة 27، والامتلاك يعود للشبيبة القيروانية. محمد المنفذ، جاد الجوادي، جاد الجوادي، جاد الجوادي يضيع الكرة، يضيع الكرة والالتقاط الدفاعي للداليا من جديد، لؤي وليد فليجان، وليد فليجان، وليد فليجان من جديد، حازم سيسي، يسري عمار من جديد، التسديد الثلاثي، ويربول، ويربول الكرة من لؤي رودوسلي يضيع. هذا اللاعب كان يلعب في فريق النجم الراسي وكان سبق له لعب في الزهرة الرياضية هذا الموسم، وفي هذه الفترة يعزز صفوف الدالية الرياضية بجروبيلي. إن شاء الله مع كل تقدم في الوقت نعطيكم بالأرقام والإحصائيات وبالانتقالات لكلا الفريقين سواء الشبيبة أو الدالية الرياضية بجرومبيليا. والكرة تعود لصالح الشبيبة، ممتاز تبادل ماراكس، ممتاز يقص الكرة، لعب الدالي الهجوم المعاكس، يسري عمار، وليد فليجان، وليد فليجان أمام يوسف العبودي، فليجان من جديد للحازم سيسي، حازم سيسي ينجح، ممتاز ممتاز حازم سيسي من مسافة متوسطة ينجح يقلص الفرق ال 11 29 للشبيبة من جديد المنفذ، تحسن دفاع الداليا خاصة في الدفاع، وفريق الشبيبة قاعد يبقى في صعوبات كبيرة، هذه تسديد على المربع ضايعة، ضاع
ضايعه من عبيد كشات ترجع للديري حازم سيسي. حازم سيسي حازم سيسي يتقص الكره واصف واصف يضيع الكره واصف وترجع للشبيب يضيع الكره ترجع للشبيبه مع تغيير اول ظهور للاعب الشاب للشبيبه امين الله الحمدي الحامي حامل القميص 69 واسط الشبيبه يقحمه مروان كشريد مع خروج واصف المثنيني يدخل امين الله الحمدي هذا اللاعب من اواسط الشبيبه اول مباراه ليه مع اكبر شبيبه القيروان يدخل في خماسي الشبيبه ترجع الكره اول لمس للكره امين الله الحامي محمد المنفذ محمد المنفذ مازال محافظ على الكره المنفذ ممتاز للدفاع ضغط امين الله الحامي تسديده من الله ينجح اول ثلاثيه لهذا اللاعب اول ثلاثيه لهذا اللاعب الصاعد اواسط الشبيبه امين الله الحامي ثلاثيه ناجحه للشبيبه امين الله الحامي ومدرسه الشبيبه تسخر بالشبان اول لمس للكره اول ثلاثيه من هذا اللاعب ترجع الكره ضايعه من لاعب جد الجوادي مع 13 للشبيبه 6 دقائق 11 ثانيه على نهايه الربع الثاني وليد فليجان وليد فليجان يلعب مع حازم سيسي ممتاز الحكم يقول خطا ماشي بالكره وخطا لهنا محمد بن مبروك يقول خطا قبل التسديد على المربع وخطا زوز رميات حر زوز رميات حره لهنا الحكم اشار زوز رميات حر زوز رميات حره نعرفش لهنا خطا ربما كره جانبيه باعتبار ما ارتكبش الشبيبه خمسه اخطاء الحكم اعطى زوز رميات حره ويصلح لهنا مع المراقب المباراه هيكل قسنطيني يعني ما نعرفش شفنا اللقطه هي لقطه عاديه الحكم كان اعلن على الخطا عادي يعني كره جانبيه ثم قال زوز رميات حره صلح له لهنا المراقب المباراه خطا ترجع لصالح الديريا الرياضيه بجرومبيري ترجع الكره لصالح الديريا ينجح ينجح رقم أربعة حسام الحجالي ينجح زوز نقاط إضافية أو رقم صفر يسري عمار يسري عمار ينجح يقلص الفارق ال 11 يقلص الفارق ال 11 ترجع الكرة لصالح الشبيبة العبودي شو يعمل بالكرة يوسف يضيع ترجع له الكرة يوسف العبودي جد الجوادي جد زالوا 8 ثواني على نهاية الهجمة للشبيبة جد الجوادي جد الجوادي جد الجوادي جد الجوادي ينجح زوز نقاط للشبيبه ممتاز جد الجوادي مع الثانيه الاخيره يعمل درايف على المربع زوز نقاط 24 11 للشبيبه والامتلاك للداليا رقم 14 لؤي لؤي رودوسلي لؤي لؤي ممتاز لؤي يا ممتاز يخرج من خارج القوس يفتح الزاويه ويضيع الكره يضيع يسري عمار ممتاز العمل كبير من لؤي وتتقص الكرة ضايعة من محمد المنفذ ترجع الكرة أيمن الراجي من جديد لؤي رودوسلي لؤي رودوسلي حازم سيسي حازم سيسي والكرة الحكم يقول لصالح الديليا محمد بن مبروك يقول لصالح الديليا الرياضي بجرومبيليا يرجع فراس بن جيمة يخرج يسري عمار في توقيت 4 دقائق 46 ثانية على نهاية 34 من الشوط الأول 24 11 للشبيبه والديليا الرياضيه بجرومبيليا تغيير للاعب فراس بن جيمه لاعب ارتكاز يدخل في خماسي الديليا حازم سيسي لؤي رودوسلي لؤي امام واجد لؤي ممتاز ممتاز لؤي ويضيع الكره عمل صعيب لؤي لكن كره ضايعه وترجع للشبيبه تحت السله ينجح يوسف العبودي السهل الممتنع رياضة كرة السلة يضرب الكرة على المربع يأمن السلة زوز نقاط مع 15 للشبيبة 26 مقابل 11 للشبيبة والكرة للداليا ويضيع فراس ولو أنه تحت السلة على مستوى 1-0 بصراحة كرة سهلة يضيعها فراس بن جيمة وترجع الكرة للشبيبة عبيد كشات عبيد كشات يلعب الكرة مع جد الجوادي جد الجوادي التسديد الثلاثي ينجح التسديد الثلاثي ناجح للشبيبة جد الجوادي مع 18 يساعد الفرق للشبيبة 29 11 بل 3 دقائق 43 ثانية على نهاية الربع الثاني من الشوط الأول
وليد فليجن، وليد فليجن، وليد شو يعمل بالكره؟ ممتاز وليد، يضيع الكره لو انه لعب بالكره على المربع. وليد فليجن يضيع وترجع الامتلاك للشبيب. عبيد كشات، محمد المنفذ، محمد المنفذ يضيع الكره، تسرع في العمليه الاخيره محمد، يضيع وترجع للديليا للاعب لؤي رودوس. لؤي يلعب مع فراس، الكره اطول من فراس وترجع لصالح الشبيب. امين الله الحامي، حكم يقول خطا، حكم يقول خطا، يرتكب لاعب الديليا على اللاعب امين الله الحامي. انتظروا اللاعب اللي ارتكب الخطا، رقم 14، رقم 14 لؤي رودوسلي دفع على اللاعب وبالتالي خطا لصالح الشبيبة. بل 3 دقائق 8 ثواني على نهايه الشوط الاول، 29 للشبيبة، 11 للديليا رياضي بيغرومبيريا. امين الله الحامي يلعب مع محمد المنفذ، محمد المنفذ من جديد، العبودي، يوسف العبودي، يوسف العبودي ضيع الكرة ترجع للديري، بنجيم، فراس بنجيم، من جديد خطأ، أنيس البيجي يقول خطأ، واضحة العملية، واضحة العملية، خطأ غير رياضي باعتبار جد الجوادي، لعب لعب مسك اللعب، وفي قوانين كرة السلة ممنوع المسك. وبالتالي زوز رميات حره وترجع بامتلاك لصالح الديليا الرياضيه بجرومبيري، قانون واضح وصريح، ترجع الكره لصالح الديليا. لؤي الردوسلي ينجح في الاولى، ينجح في الاولى، يقلص الفرق 17 نقطه 29 مقابل 12، ينجح في الثانيه، ينجح في الثانيه، يقلص الفرق على 16 29 للفريق الضيف الشبيبه، 13 صاحب الارض والجمهور وصاحب القاعة ديليا رياضي بجرومبيريا، والامتلاك سيعود لصالح الديليا. يدخل 35 ايمن الراجدي، ترجع لي لؤي رودوس، رؤي، لؤي امام مجدد للجواد، لؤي ممتاز، ممتاز لؤي للراجدي، الراجدي ويضيع الكره، ولو انه ممتاز الدفاع الشبيبه والالتقاط الدفاع من الله الحامدي تحت السله، ينجح، ينجح الراجدي، قلص الفرق ال 14 39 29 15 لصالح الشبيب. يوسف العبود، يوسف العبود، جد الجوادي، جد الجوادي من جديد، يوسف العبود من الله الحامي من جديد، يدخل محمد صنديد، محمد صنديد يربح الخطا زوز رميات حرة، اول ظهور لهذا اللاعب في التشكيله حاليا، محمد صنديد المنتدب من نادي البنزرتي، لاعب الاواسط يدخل، وكذلك لاول مره تغيير اخر الصغر او اواسط الشبيبه، رقم 35 القهويجي، اكيد لاعب شبان الشبيبه صفوان القهويجي، يدخل في خماسي شبيبه القروان. مروان كشريد قاعد يشرك في لاعبين شبان في هذه المباراه، واول مره يشارك في صنف الاكابر صفوان القهويجي، لعب اواسط شبيبه القروان. وشفنا من الله الحامي اول مشاركه الى حد 3 نقاط اللي هي التسديد في 3 نقاط، ينجح هذه سله اولى ضايعه من محمد صنديد، الرميه الحره الاولى في انتظار الرميه الحره الثانيه لشبيبه القيروان، صنديد يضيع وترجع لصالح الديليا من جديد. يسري عمار، وليد فليجان، وليد فليجان امام يوسف العبودي، وليد فليجان، وليد فليجان زال محافظ على الكره. لؤي، لؤي رودوسلي، لؤي من جديد، حازم ساسي، بنجيمه، فراس بنجيمه، فراس بنجيم، فراس ينجح، فراس ينجح، فراس زوز نقاط مع رميه حره اضافيه للديليا، يقلص الفرق الا 12، الديليا يقلص الفرق الا 12، 29 17 مع رميه حره اضافيه للديليا، فراس بنجيم، فراس بنجيمه التسديد يضيع، ممتاز الالتقاط الهجومي للديليا، ترجع للؤي رودوس، لؤي رودوسلي من جديد لفراس بنجيمة، حازم ساسي، حازم ساسي، حازم ساسي ينجح، ممتاز هذا اللاعب، ممتاز هذا اللاعب، يقلص الفرق زوز نقاط اضافية الى 10، الا 10 بعد ما كان الفرق 18 نقطة، الا 10، وترجع كرة صفوان القواجي، يوسف العبودي، صفوان القواجي، عبيد كشات التسديدة الثلاثية، عبيد كشات يضيع والخطأ، خطأ يرتكبه محمد صنديد، وترجع الكرة لصالح الديليا الرياضية بجرومبيريا،
وتغيير يخرج أمن الله الحامي، يرجع واصف المثنيني في خماسي شبيبة القيروان. دقيقة 19 ثانية على نهاية الربع الثاني من الشوط الأول، مع 10 للديليا الرياضية بيغرومبيليا، والكرة لصالح الديليا من جديد. وليد فليجان ترجع على كرة لؤي رودوست من جديد، لؤي ينتظر المساندة. وليد فليجان تحت السلة يربح الخطأ. يسري عمار وزوز رميات حرة لصالح الديليا الرياضية بيغرومبيليا. تحسن ملحوظ فريق الديليا الرياضية بيغرومبيليا في ربع الثاني، خاصة الخمسة دقائق الأخيرة، مع تسارع كبير بالنسبة لفريق شبيبة القيروان. تقريبا ثلاثة دقائق ولا سلة ناجحة. يضيع الأولى يسري عمار في انتظار الثانية. تبقى 10 نقاط فرق للشبيبة قبل دقيقة زوز ثواني على نهاية الشوط الأول. يسري عمار يضيع الثانية وترجع للشبيبة. قهواجي صفوان القهواجي في خطة منسق لعب للشبيبة. صفوان القهواجي يلعب مع العبودي، ترجع الكرة القهواجي صفوان وصف المثنيني محمد سنديد صفوان القهواجي. الحكم يقول سيق اللاعب على الخط، وبالتالي ترجع الكرة لصالح الديليا الرياضية بيغرومبيليا قبل 40 ثانية على نهاية الشوط الأول، مع 10 للشبيبة. وترجع الكرة للديليا الرياضية بيغرومبيليا من جديد ليسري عمار. دفاع ضغط بالنسبة للشبيبة. لؤي ردوسلي، لؤي أمام صفوان القهواجي. لؤي يلعب مع يسري عمار في ال 30 ثانية الأخيرة. وليد فليجان من جديد ترجع الكرة. حازم ساسي لؤي يضيع الكرة وترجع لصالح الشبيبة القيرواني من جديد. محمد سنديد ينجح. ممتاز هذا اللعب، ينجح اول زوز نقاط لمحمد سنديد مع 12 للشبيبه قبل زوز ثواني على نهايه الشوط، وضايعه مع التسديده الاخيره من وليد فليجان. نهايه الشوط الاول في قاعه غرومبيليا بتقدم الفريق الضيف عداليا رياضي بغرومبيليا، فريق الشبيبه 31 مقابل 19 لنا في قاعة غرومبيليا. نرجع لكم مع بداية الشوط الثاني. عزيز ياو شو طايفه وحده
رجعنا لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني ربع ثالث من لقاء شبيبة القيروان والدالية الليبي جرومبيلي في قاعة جرومبيلي مع 10 للشبيبة. وترجع الكرة لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. جدل الجوادي من جديد، جدل الجوادي لمروان لغنج، مروان لغنج جدل الجوادي، كرة دائما لشبيبة القيروان، جدل الجوادي ينتظر المساندة، مروان لغنج يربح الخطة، يربح الخطا. نذكر ان نهايه الشوط الاول 31-19 للشبيبه، حاليا 31-21 مع بدايه الربع الثالث، 10 نقاط للفريق الضيف شبيبه القيروان، والامتلاك يعود لشبيبه القيروان. بالنسبه للخماسي يعول عليه مروان لغنج في الربع الثالث، مروان لغنج، جاد الجوادي، اسلام العجم يدخل في الخماسي، وصف المثنين وايوب القيفسي من جديد لوصف المثنين، وصف المثنين يضيع الكره، يضيع الكرة، وصف المثنين ترجع لصالح الدالية الرياضية بجرومبيلي. لؤي ردوست، لؤي زال محافظ على الكرة، وليد فليجان من جديد ليسري عمار، لؤي ردوسلي، دفاع ضاغط بالنسبة لشبيبة القيروان تحت السلة، حازم ساسي ويضيع الكرة، يضيع الكرة، ترجع لصالح الشبيب. مروان لغنج، جدل الجوادي، جدل الجوادي يلعب مع سليم العجمي، مروان لغنج، مروان، مروان لغنج من جديد، جدل الجوادي، ضائعة وترجع للشبيب، ضائعة ودفاع يتداخل من يسري عمار، وترجع امتلاك لصالح الشبيبة، كرة جانبية، 7 دقائق و41 ثانية على نهاية الربع الثالث، مع 10 للشبيب، وصف المثنين، وصف المثنين، يضيع الكرة، يضيع الكرة، وترجع لصالح الدالي، رؤي، رؤي ردوست، رؤي ويضيع الكرة، ترجع الهجوم الشبيبة القيروانية من جديد، ترجع لصالح الدالية، ترجع الكرة لصالح الدالية، تقريبا دقيقتين و35 ثانية دون تسجيل ولا نقطة بالنسبة للفريق الضيف شبيبة القيروان مقابل زوز نقاط للدالية الذي بجرومبيليا، يقلص الفارق العشر، 31-21. وليد فليجان، وليد فليجان تسديد الثلاثي، ضايع الكرة، ترجع لصالح الشبيب، يوسف او جيبسي من جديد، الجيبسي، الجيبسي وممتاز البلوك، ممتاز يسري عمار يخرج الكرة، ترجع امتلاك لصالح شبيبة القيروان، كرة جانبية مع 10 للشبيبة، 31-21، ترجع لصالح الشبيب، جدل الجوادي، وصف المثنيني، جدل الجوادي، سليم العجمي، سليم العجمي من جديد، مروان لغنج، مروان، الحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ لصالح الشبيبة، كرة جانبية للشبيبة، كرة جانبية لصالح الشبيبة، 6 دقائق 51 ثانية مع 10 للشبيبة، 31-21، ترجع الكرة لصالح الشبيبة من جديد، كرة جانبية، مروان لغنج، مروان لغنج، سليم العجمي، جدل الجوادي، مروان لغنج من جديد، جدل الجوادي من جديد، أيوب القيبسي، التسديد ضايع من مروان لغنج، ترجع الكرة القيبسي من جديد، مروان لغنج زال محافظ على الكرة لصالح الشبيب، 6 دقائق 30 ثانية، كرة لشبيبة القيروان، 4 ثواني، التسديد الثلاثي ينجح، جاد الجوادي ينجح، أول ثلاثية في الربع الثالث، معك معك، أوكي معك. أربعة وثلاثين 21 للشبيبة أمام الدالية، والحكم يقول لصالح شبيبة القيروان، محمد الحكم المهدي الغربي يقول كرة تعود لصالح الشبيبة بعد لمس الكرة من لاعب الدالية، بل 6 دقائق على نهاية الربع الثالث، 34-21 للشبيبة. you
نعود للوصف من جديد والتعليق المباشر على هذه المباراة. نذكر الإطار، الجولة الأولى هي من كأس الرابطة، كأس الجامعة عفوا، لكرة السلة بين الدالية وضيف شبيبة القيروان، 34-21 للفريق الضيف لشبيبة القيروان. وناجحة ناجحة من لاعب فراس بن جيمة، زوز نقاط مع رمية حرة إضافية قلص الفارق 11. ونذكر بتشكيلة اللزوز في غرق الفريق ضيف شبيبة القيروان، وصف المثنيني محمد أيوب القيبسي، عبيد كشات، مروان لغنج، جاد الجوادي، يوسف العبودي، محمد صنديد، سلام العجمي، يوسف الضيف، محمد المنفذ، صفوان القويجي، وأمان الله الحامي. مدرب الشبيبة مروان كشريد، المساعد وصف كشريد. وتشكيلة الفريق المحلي، الدالية الرياضي بجرومباليا، يسري عمار، حسام الحاج علي، أحمد الربعي، فاخر بوزو، حازم ساسي، يوسف جواحد، وليد فليجان، لؤي رودوسلي، فراس بن جيمة، فارس البوغانمي، وأيمن الراجدي. المدرب خليل النجار، وتغيير يخرج أيوب القيبسي، يدخل عبيد كشات، مع 10 للشبيبة قبل 5 دقائق 8 ثواني. رمية حرة أولى ضائعة من وصف المثنيني في انتظار رمية حرة ثانية لصالح شبيبة القيروان لوصف المثنيني. وصف المثنيني في الرمية الحرة الثانية يضيع الكرة، يضيع الكرة وصف المثنيني، وتعود لصالح الدالية الرياضية بجرومبالي. بل 5 دقائق على نهاية الربع الثالث، مع 10 للشبيبة، لؤي رودوسلي، لؤي أمام مجدل الجواد من جديد، يسري عمار، وليد فليجان، وليد فليجان، حازم سيس، حازم سيس، خطا ماشي بالكرة. حكم محمد بن مبروك يقول خطا ماشي بالكرة، وبالتالي ترجع لصالح شبيبة القيروان قبل 4 دقائق 44 ثانية على نهاية الربع الثالث، مع 10 للشبيبة، 34-24 من جديد لمروان لغنج، مروان لغنج، مروان لغنج، مروان يضيع الكرة، يضيع الكرة مروان لغنج، وبالتالي ترجع للدالية الرياضية بجرومبالي. وليد فليجان، وليد حازم ساسي، يسري عمار، يسري يضيع، يسري عمار يضيع، وترجع الكرة لصالح الشبيبة. عبيد كشات من جديد، مروان لغنج، مروان، مروان لغنج، ترجع تحت السلة، يضيع الكرة تحت السلة، ينجح، ينجح على استيميتا من وصف المثنيني، سلة ناجحة مع رمية حرة إضافية للشبيبة. باش تغيير الدالية، يدخل رقم 5 أحمد الربعي. ننتظر خروج اللاعب الدالية الرياضي بجرومباليا، ننتظر اللاعب اللي باش يغادر الخميسي على ما يبدو، لاعب الشبيبة السابق فراس بن جيمة. بالفعل فراس يغادر، يدخل أحمد الربعي مع 12 للشبيبة، مع رمية حرة إضافية للشبيبة. وصف المثنين، وصف المثنين، نذكر 4 دقائق على نهاية الربع الثالث، 36 الفريق الضيف الشبيبة، 24 الدالية الرياضية بجرومباليا، ورمية حرة إضافية يضيع. نسبة نجاح ضئيلة جدا وصف المثنيني في الرميات الحرة. ترجع الكرة ليسري عمار، يسري عمار من جديد، لؤي، لؤي ردوسلي، يلا أحمد الربعي، أحمد الربعي، أحمد الربعي، أحمد الربعي من جديد للدالية، والخطأ، خطأ يرتكبه عبيد كشات، وبالتالي ترجع كرة جانبية للدالية، كرة جانبية لصالح الدالية. وليد فليجان، وليد فليجان، وليد فليجان، حازم سيسي، والخطأ ضد وصف، مسك من اليد، والخطأ، الحكم مهدي الغربي يقول خطأ للدالية وكرة جانبية. يعني مع أي خطأ آخر التسديد زوز رميات حرة، باعتبار كل فريق ارتكب حاليا 4 أخطاء، يعني أي فريق يقوم خطأ التسديد الآلي. زوز نقاط ناجحة من حازم سيسي، زوز نقاط إضافية للدالية، يقلص السلة 10، يقلص السلة 10. ترجع الكرة عبيد كشات، وصف المثنين، وصف المثنين، جد الجواد،
يربح على الحكم يقول خطأ ماشي بالكرة. حكم يقول خطأ ماشي بالكرة وترجع لصالح الدالية. يخرج باش يخرج جيد ويدخل يوسف اللظيف أحمد الربعي تحت السلة وينجح فريق الدالية يقلص الفارق الأثمن. تغيير يدخل يوسف الضيف يخرج لاعب جد الجوادي. وقت مستقطع يطلبوا مدرب الشبيبة القيروانية لو أنه لنا ما اللي طلب الوقت المستقطع هو عبيد كشاط باعتبار مروان كشريد غير متواجد على بنك الاحتياط. نعرف العقوبة الأخيرة لمروان كشريد وبعد ناخذ أكثر تفاصيل بعد المباراة سبب عدم جلوس مروان كشريد على بنك البدلاء وكذلك مساعده. ومروان عبيد كشاط هو اللي خذ الوقت المستقطع لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية قبل 3 دقائق كما قاعدين تشاهدوا في الشاشة كما قاعدين تشاهدوا في المباراة. وقت مستقطع كان خذاه عبيد كشاط ومروان فوق المدارج كما قاعدين تشاهدوا لهنا. مروان كشريد يعطي في التعليمات فوق المدارج والتقدم مع 8 للشبيبة 3 دقائق 3 ثواني. مش موجود مروان على بنك البدلاء ممكن العقوبة المقابلة قبل الفارطة. تو ناخذ أكثر تفاصيل بعد نهاية المباراة وترجع الكرة بامتلاك للشبيبة. ممتاز جدا الفريق المحلي الدالي الرياضي بكرومبيليا اللي رجع في المباراة واللي بدأ يقلص في النتيجة على مستوى الثمانية. فريق الدالي يعود باش يستأنف اللاعب لصالح الشبيبة مع تغيير يدخل يوسف الضيف يخرج جاد الجوادي. نذكر غياب أحمد الضيف على تشكيلة الشبيبة مع فسخ عقد بالتراضي اللاعب الأوكراني ماكسيم. ترجع الكرة للشبيبة يوسف الضيف يربح الخطأ يربح لهنا الحكم مع تاش خطأ أعطى أنه لمس كرة بالساق وبالتالي ترجع 14 ثانية امتلك لصالح الشبيبة. مروان لغنش من جديد سلام العجمي تحت السلة واصف في المتابعة ينجح مع 10 تعود لصالح الشبيبة. لؤي ردوست لؤي أمام يوسف الضيف في المحاصرة لؤي ردوست يلعب مع يسري عمار من جديد حازم ساسي من جديد الربعي أحمد الربعي من جديد وترجع لصالح الشبيبة. محمد بن مبروك يقول الكرة ترجع لشبيبة القيروان في توقيت 17 ثانية على نهاية الربع الثالث والتقدم مع 10 للشبيبة والامتلاك للشبيبة. يوسف الضيف مروان لغنش مروان من جديد يوسف الضيف ينجح. ممتاز لاسيست من مروان. يوسف الضيف يعمل درايف وينجح. 2 نقاط للشبيبة مع 12-40 للفريق الضيف 28 للدالية. رودوسلي ينجح ممتاز جدا لؤي يدخل داخل المنطقة وعلى المربع ينجح يقلص الفرق العشرة وترجع كل للشبيب من جديد. مروان لغنش يوسف الضيف من جديد سليم العجمي من الكورنر يضيع الكورة سليم العجمي وترجع لصالح ديليا. وليد فليجان ينجح وليد فليجان يقلص الفرق الثمانية ديليا ريدي بكرومبيليا وترجع الكرة لصالح الشبيبة من جديد. مروان لغنج يوسف الضيف مروان التسديدة الثلاثية. مروان لغنج ترجع الكرة لصالح الشبيبة. الحكم يقول ضايعة وترجع للشبيبة ما تحكمش في الكرة. واصف المثنيني وترجع لصالح الدالية الرياضي بكرومبيليا قبل 56 ثانية على نهاية الربع الثالث 40-32 للشبيبة مع 8 في الحقيقة. مرتقاش نسق المباراة إلى نسق سريع
مستوى متوسط في هذه المباراة. تقريبا الفريق المحلي سجل كان 40 نقطة فقط في ربع ثالث، الفريق المحلي 32 نقطة. طابع الدفاع تقى على هذه المباراة، وربما في أذهان اللاعبين أن مباراة في إطار كأس الجامعة وليس في سباق البطولة، مباراة ودية في شكل كأس جامعة، ورمية حرة أولى ضائعة من ديري رديبي غرومبيريا، وتعتبر هذه المباراة تحذيرية لعودة سباق البطولة. وكل مدرب يجرب اللاعبين الرسم التكتيكي لكل فريق، وكذلك يقف على نقائص الفريق وتعزيز الفريق في المرحلة القادمة، سوى للشبيبة أو للديريا رياديبي غرومبيريا في 48 ثانية على نهاية الفترة الثالثة مع 7 للشبيبة، وززرم يتحرى للشبيبة يرتكبها اللاعب حازم سيسي رقم 9، خطا الشخص الثالث في رصيد حازم سيسي. ززرم يتحرى لصالح الشبيبة، وصف المثنين ززرم يتحرى لصالح الشبيبة، خطا الشخص الثالث في رصيد حازم سيسي بانتظار الرمية الحرة الأولى للشبيبة. ينجح في اللولة وصف المثنيني مع 8 يعود الفرق للشبيبة 41-33 في انتظار الرمية الحرة الثانية لصالح الشبيبة. الكرة ترجع لصالح الشبيبة، ترجع لصالح الشبيبة، ترجع الكرة لشبيبة القيروان 41-33، والتقدم لشبيبة القيروان. ترجع الكرة، واصف تتقصل الكرة، وليد فليجان أحمد الربعي، وخطأ ماشي بالكرة، واضح، وترجع لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. ترجع الكرة من جديد لمروان لغنج، إسلام العجمي من جديد لشبيبة القيروان، مروان لغنج ويربح الخطأ، واضح الخطأ والاعتراض، وززرم يتحرى للشبيبة، باعتبار أنه كل فريق ارتكب 5 أخطاء شخصية. ززرم يتحرى لصالح شبيبة القيروان، مروان لغنج صاحب الخبرة في الرمية الحرة الأولى مع 8 للشبيبة، ورمية حرة أولى ناجحة من مروان يساعد الفريق مع 9 لشبيبة القيروان 42-33، ورمية حرة الثانية لصالح الشبيبة. مش يقول الحكم، خطأ فني ضد خليل النجار، أنيس البيجي يعطي خطأ فني ضد خليل النجار، وبالتالي رمية حرة لشبيبة القيروان. ممكن احتجاج من المدرب، كلف المدرب الدالية خطأ فني، وبالتالي بيشترجع تسديدة لشبيبة القيروان. نذكر مع 9 نقاط للشبيبة قبل 23 ثانية على نهاية الربع الثالث، ومع 10 للشبيبة، 43-33. أحمد الربعي لديريا رياديبي غرومبيريا، من جديد للؤي رودوسلي، لؤي أمامه يوسف الضيف، قبل 13 ثانية على نهاية الربع الثالث، لؤي أمام الضيف، لؤي تتقص الكرة لصالح الدالية تحت السلة، ينجح، وهذه تسديدة في الثانية الأخيرة ونهاية الربع الثالث. نهاية الربع الثالث بتقدم الشبيبة الفريق الضيف على الدالية رديب غرومبيريا مع 43-35 لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. في الحقيقة فريق الشبيبة اللي في الفترة الثالثة ما دخلش في المباراة، وفي الخمسة دقائق الأخيرة بعض التغييرات اللي أقحم فيها فريق الشبيبة، مروان كشريد، إسلام العجمي، وكذلك عودة وصف المثنيني تحت السلة أعطاه وزن كبير تحت السلة، ومع 8 لصالح الشبيبة في انتظار فترة رابعة أخيرة في هذه المباراة بين صاحب القاعة الديري رديب غرومبيريا وكذلك شبيبة القيروان. مع 8 لصالح الشبيبة 43
مقابل 35 في انتظار فترة أخيرة. نذكر أنه مدرب الشبيبة مروان كشريت فوق المدارج يتابع في المباراة بين الفريقين. نذكر الإطار كأس الجامعة الجولة الأولى إياب الشبيبة نذكر في المركز الأول 4-4 لهذا الفريق. فريق الشبيبة انتصر في الجولة الأولى في القيروان على الديلي ريديبي جرومبيري، انتصر في الجولة الثانية على النجم الساحلي في الحقيقة، بعد الجولة الثانية فريق الشبيبة معفى، انتصر في الجولة الثالثة على النجم اللي هي الثانية مباراة الثانية، ثم من خارج القواعد انتصر كذلك على الملعب النابلي في نابل، وانتصر على الاتحاد الرياضي المنسيري في قاعة المزالي بالمنسير. يعني زوز انتصارات في القيروان، زوز انتصارات خارج القواعد، ومركز أول للشبيبة 4 انتصارات، وهذا التنقل الثالث للشبيبة خارج القواعد في جولة أولى إياب ضد الديلي ريديبي جرومبيري. والشبيبة إلى حد الآن متقدم مع 8-43 مقابل 35 في انتظار ربع رابع. ننتظر خماسي اللي باش يعول عليه مروان كشريد في الربع الرابع والأخير. هل يعول مروان على أصحاب الخبرة في الربع الأخير يساعد الفرق، ثم يعول على بعض العناصر الشابة، وفي المقابل فريق الداليا ننتظر خليل النجار خماسي اللي باش يعول عليه في الربع الثاني، أو هذا خماسي الشبيبة تقريبا الخماسي المثالي اللي يعود للمباراة. يوسف الضيف، اسلام العجمي، محمد المنفذ، عبيد كشات، ووصف المثنيني. في المقابلة الدالية حازم ساسي، وليد فليجان، احمد الربعي، يسري عمار، ولؤي رودوسكي. تعود الكرة لصالح الدالية من جديد. اخر 5 دقائق، اخر 10 دقائق على نهاية المباراة في الربع الرابع. وليد فليجان الحكم يقول خطأ ضد محمد المنفذ، خطأ ضد محمد المنفذ، وكرة جانبية أو الخطأ في الربع الأخير، كرة جانبية لصالح الدالي مع 8 لصالح الشبيبة. ترجع الكرة لصالح الدالي الرياضي بجرومبيري. وليد فليجان أحمد الربعي، محمد المنفذ الربعي، حازم ساسي من جديد، وليد فليجان ممتاز لاسيست وينجح يقلص الفرق إلا 6، 43-37 لصالح الشبيب. والامتلاك للشبيب، إسلام العجمي من جديد، وصف المثنين تقص الكرة لصالح الداليا الرياضية بجرومبيريا مع 6 للشبيبة والكرة للداليا. خطأ يرتكبه إسلام العجمي وغضب من مدرب الشبيبة مروان كشريد على الكرة الأخيرة. 9:07 على نهاية المباراة. أحمد الغربي، وليد فليجان مازال محافظ على الكرة، وليد فليجان يلعب مع أحمد الغربي يضيع وترجع لصالح الشبيبة. وصف المثنين، محمد المنفذ من جديد، وصف المثنين يوسف الضيف قبل 10 ثواني على نهاية الهجمة. عبيد كشات، سليم العجم، وصف المثنين ترجع لصالح الشبيبة، ترجع لصالح الشبيبة. مهدي الغربي يقول كرة تعود لصالح الشبيبة. يوسف الضيف مش يلعب الكرة لصالح الشبيبة. يوسف الضيف، محمد المنفذ الحكم يقول ساق اللاعب على الخط وترجع لصالح الديلي الرياضي بجرومبيل. 8 دقائق، 33 ثانية على نهاية المباراة مع 6 لصالح الشبيبة. وتعود الكرة للديلي من جديد، يسري عمار لأحمد الربع، وليد فليجين ترجع الكرة لشبيبة لكن تتقص الكرة لصالح الشبيبة. محمد المنفذ
هي اسلام العجمي، اسلام العجمي، اسلام العجمي تحت السلة ويعمل الدانك، يعمل الدانك. وصف المثنيني زوز نقاط مع ثمانية لصالح الشبيب، مع ثمانية لصالح الشبيبة، والكرة تعود لصالح الدالي الرياضي بجرومبيل. قبل ثمانية دقائق أربع ثواني على نهاية المباراة، مع ثمانية تقدم للفريق الضعيف، وترجع الكرة لؤي رودست، يسري عمار، أحمد الربعي، أحمد الربعي من جديد، وليد فليجين، وليد فليجين، وليد فليجين، وزوز رميات حرة لصالح الدالي، زوز رميات حرة لصالح الدالي مع تغيير، تغيير يدخل فاخر بوزو ويغادر أحمد الربعي. تشكيلة الخماسي الأساسي للدالي الرياضي بجرومبيريا، مع ثمانية للشبيبة 45-37، ورمية حرة أولى لوليد فليجين، وليد فليجين ينجح في الأولى، ينجح في الأولى 45-38، في انتظار الرمية الحرة الثانية لصالح الدالي الرياضي بجرومبيريا. وليد فليجين ينجح يقلص الفارق الأسد 45-39، سبعة دقائق 47 ثانية على نهاية المباراة. يوسف الضيف، يوسف الضيف، محمد المنفذ، يوسف الضيف، يوسف الضيف، يوسف الضيف من جديد، والخطأ، خطأ يرتكبه يسري عمار، وترجع لصالح الشبيبة كرة جانبية لصالح الشبيبة قبل سبعة دقائق 34 ثانية على نهاية المباراة، مع ستة للفريق الضيف 45-39. هذه تسديدة ضائعة، ترجع لصالح الدالي. وليد فليجين عازم سياسي، سياسي ينجح يقلص الفرق إلى أربعة، يقلص الفرق إلى أربعة فريق الدالي، وترجع الكرة لصالح الشبيب. سبعة دقائق 15 ثانية على نهاية المباراة. إسلام العجمي، إسلام العجمي من جديد، التسديدة الثلاثة، ينجح، ينجح يوسف الضيف، ثلاثية ناجحة 48-41، ومع سبعة تقدم الشبيب. يوسف الضيف من خارج القوس، ثلاثية ناجحة مع سبعة لصالح الشبيبة، وتغيير اضطراري للدالية، إصابة اللاعب يسري عمار تقريبا. يرجع أحمد الربع في الخمس مع سبعة للشبيب. لؤي رودست، لؤي، لؤي يلعب مع فاخر بوزو، فاخر أمامه وسلام العجمي، وليد فليجين، وليد فليجين، وليد يضيع الكرة، يضيع الكرة، ترجع لصالح الشبيبة قبل ستة دقائق 44 ثانية على نهاية المباراة، مع سبعة للفريق الضيف الشبيبة، والكرة للشبيب. إسلام العجمي، إسلام العجمي، وصف المثنين، وصف المثنين، وفي الأخير وليد فليجين يخرج الكرة، وليد فليجين يخرج الكرة، ترجع لشبيبة القيروان قبل ثمانية ثواني على نهاية الهجمة للشبيبة، مع سبعة للشبيبة الرياضية القيروانية الفريق الضيف، والامتلاك سيعود للشبيبة. يوسف الضيف، يوسف الضيف، يوسف الضيف يلعب مع سلام العجمي، سلام العجمي، سلام العجمي، ستة ثواني من جديد، يوسف الضيف، يوسف الضيف، يوسف الضيف يضيع، حكام مش يقول خطأ ضد أحمد الربعي على وصف المثنيني في الدفاع، وكرة تعود جانبي لصالح الشبيب، كرة تعود جانبي لصالح الشبيبة. يوسف الضيف يلعب مع وصف المثنيني، وصف المثنين من جديد، وصف المثنيني، عبيد كشات، يوسف الضيف، سبعة ثواني، يوسف الضيف، يوسف الضيف، وصف المثنين، وصف المثنين، وصف المثنين، يضيع الكرة، يضيع الكرة وصف، وترجع الكرة للدالي. فاخر بوزو، لؤي رودوسلي أمامه في المتابعة، إسلام العجمي، فاخر بوزو، حازم ساسي، حازم، وخطأ، خطأ يرتكب لاعب الشبيبة وصف المثنيني، الخطأ الشخصي الثاني، وكرة جانبية، كرة جانبية لصالح الدالي بل 5 دقائق 55 ثانية 48-41 لصالح الشبيب. وليد فليجين،
والحكم يقول خطا ضد محمد المنفذ، ضد محمد المنفذ، وزوز رميات حره لصالح الدالية الرياضي بجرومبيليا. بالخمسة دقائق 55 ثانية على نهاية المباراة، تغيير، يدخل مروان لغنج، يخرج محمد المنفذ، زوز رميات حرة لداليا لوليد فليجان. وليد فليجان أو فاخر بوزو، عفوا فاخر بوزو، باعتبار أنه وليد فليجان في الصورة رقم 13 رقم 7 فاخر بوزو ينجح في الأولى، في انتظار الرمية الحرة الثانية للداليا فاخر بوزو ينجح. يقلص الفارق لخمسة، 48 مقابل 43، الكرة للشبيب. بل خمسة دقائق 50 ثانية على نهاية المباراة. واصف الاثنين، واصف يربح الخطا، يربح الخطا ضد فاخر بوزو، والكرة تعود لصالح الشبيب، كرة لصالح الشبيبة. اسلام العجمي، اسلام العجمي، اسلام العجمي، تسديدة الثلاثي، يضيع الكرة، يضيع الكرة، ترجع الكرة لصالح الشبيب. اسلام العجمي من جديد يلعب مع واصف المثلين، واصف، واصف المثلين، الحكم يقول ما فما شيء، ترجع للدين. هجوم المعاكس، لؤي، لؤي الرودوسلي، التسديد الثلاثي ضائعة وترجع للشبيب. يوسف الضيف، اسلام العجمي، اسلام العجمي من جديد، يوسف الضيف، يوسف الضيف، يوسف الضيف، مروان لغنج، قداش الثانية أخيرة، واصف المثلين، واصف المثلين، وصف المثنين من جديد، خمسة ثواني، أربعة، وصف المثنين، هكامش يقول ترجع لصالح الداليا. فالأربع دقائق 56 ثانية على نهاية المباراة، مع خمسة تقدم الشبيبة، وترجع الكرة لصالح الداليا الرياضية بجرومبيلي من جديد. اسلام العجمي في المتابعة المحاصرة اللاصقة على اللاعب لؤي رودوسلي، فاخر بوزو، فاخر بوزو، فاخر بوزو، يلعب لؤي رودوسلي، لؤي، لؤي لحازم سيسي، حازم سيسي ضيع، يضيع الكرة، ترجع لصالح الشبيبة. يوسف الضيف، يوسف الضيف زول محافظ على الكرة، يوسف الضيف، مروان لغنج، يوسف الضيف، يوسف الضيف، مروان لغنج، مروان، مروان، مروان ينجح، ينجح مروان لغنج على المربع مع سبعة للشبيبة، 50 43 ترجع للدين. لؤي رودوسلي أمامه في المتابعة، سلام العجمي، لؤي رودوسلي زال محافظ على الكرة، فاخر بوزو، يلعب الوليد فليجان، وليد فليجان، وليد فليجان، ضائعة، ضائعة من وليد فليجان، وترجع الكرة لصالح الفريق الضيف شبيبة القيروان. ثلاثة دقائق 46 ثانية على نهاية المباراة، مع سبعة للشبيبة، والامتلاك للشبيبة. مروان لغنج يلعب مع اسلام العجمي، اسلام، مروان، 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 عبيد من خارج القوس، يضيع وترجع لصالح الدالي، يضيع وترجع الكرة لصالح الدالي الرياضي بجرومبيليا. بل ثلاثة دقائق 31 ثانية على نهاية المباراة، يخرج واصف، يدخل جاد الجوادي، واضح جدا إرهاق واصف المثنيني، يغادر، وكرة تعود لصالح الداليا، ينجح لؤي رودوسلي، ينجح لؤي رودوسلي، يقلص الفارق إلا خمسة، إلا خمسة، ترجع الكرة لصالح الشبيبة. بل ثلاثة دقائق 10 ثواني على نهاية المباراة، من جديد اسلام العجمي، يوسف الضيف، مروان لغنج، مروان لغنج، يربح الخطا، يربح الخطا مروان لغنج على احمد الربعي، كره تعود جانبي للشبيب، الخطا الشخصي الرابع في رصيد الفريق الدالي الرياضي بجرومبيليا، يعني اي خطا اخر فريق الشبيبه يسدد الرميات الحر. ترجع الكره لصالح الشبيب، اسلام العجمي، يوسف الضيف، يوسف الضيف، جاد الجواد، جاد خمسة ثواني، أربعة ثواني، من جديد تسديدة ثلاثة، يضيع وترجع لصالح الداليا، لكن ممتاز يقص الكرة، ممتاز يقص الكرة، يوسف الضيف، يوسف الضيف، جاد الجوادي،
مروان لغنج جد الجوادي من جديد قبل دقيقتين 34 ثانية على نهاية المباراة. يوسف الضيف جد الجوادي 8 ثواني على نهاية الهجمة. كرة لصالح الشبيب 4 يوسف الضيف. يوسف الضيف وخطأ ماشي بالكرة. خطأ ماشي بالكرة من يوسف الضيف وترجع لصالح الدين. قبل دقيقتين 21 ثانية تقدم الشبيبة مع 5 والكرة للديالة تسديد الثلاثي. ينجح فخر بوزي يقلص الفارق إلى 3 أو إلا 2. يقلص الفارق إلى 2 فريق الديالة 50-48. كرة لصالح الشبيبة. مروان لغمش جد الجواد. إسلام العجمي. إسلام العجمي عبيد كشات جد الجوادي. عبيد كشات من جديد جد الجوادي. 7 ثواني أخيرة 6 على نهاية الهجمة بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية. من جديد جد الجوادي يضيع. الحكم يقول ترجع لصالح الداليا. ترجع لصالح الداليا قبل دقيقة 43 ثانية على نهاية المباراة. فما تغيير. تغيير بالنسبة للشبيبة. يخرج جاجيد يدخل يوسف الضيف. أحمد الربعي دقيقة 37 ثانية على نهاية المباراة. أحمد الربعي دفاع ضغط بالنسبة لشبيبة القيروان. فريق الداليا رجع في المباراة. لعب على أخطاء وتسرع فريق الشبيبة. حازم سيسي الحكم يقول خطأ ماشي بالكرة. يقول خطأ ماشي بالكرة ووقت مستقطع يطلب مدرب الشبيبة. وقت مستقطع يطلب مدرب الشبيبة مروان كشريد. بل دقيقة 23 ثانية على نهاية المباراة وتقدم فريق الضيف شبيبة القيروان مع 2 على الداليا الرياضي بجرومبيري 50-48. قلت تسرع فريق الشبيبة الرياضية القيروانية ونجاح كبير من التسديد الثلاثي وعكس الهجمات معاكسة من الفريق المحلي الداليا الرياضية بجرومبيري. يقلص الفرق إلا 2 ودائما نذكر تقدم فريق الشبيبة الرياضية القيروانية 50-48 في انتظار عودة استئناف اللعب. وقت مستقطع كان أخذه مدرب الشبيبة هو في الحقيقة عبيد كشات اللي أخذ الوقت مستقطع باعتبار مروان فوق المدارج. والشبيبة الرياضية القيروانية متقدمة 50-48 كما قاعدين تشاهدوا لنا في المباراة وكذلك المستشارين ومع فريق شبيبة القيروان. تحية كبيرة برشا للموقع الإعلامي لشبيبة القيروان قاعد يأمن في البث الحي والمباشر لهذه المباراة. كذلك تحية كبيرة برشا لأحباء شبيبة القيروان تابعوا فينا على موجات إذاعة الحياة FM على 93 أو على 98.9 بث 98.9 بث مشترك إذاعة بلاتين راديو تونس الكبرى. نعود للمباراة دقيقة 14 ثانية على نهاية المباراة. 50-48 للشبيبة. يوسف الضيف. يوسف الضيف. إسلام العجمي. مروان لغنج من خارج القوس. ينجح. ينجح مروان لغنج من خارج القوس. مع 6 للشبيبة. أو مع 5. مع 5 قبل 58 ثانية على نهاية المباراة. 53 للشبيبة. 48 للديريا. لؤي رودوس. لؤي. حازم سيسي. ترجع الكرة لأحمد الربعي. أحمد الربعي الخطأ ماشي بالكرة. مهدي الغربي يقول خطأ ماشي بالكرة. وقت مستقطع. وقت مستقطع يطلب مدرب الديريا خليل النجار. مدرب الديريا الرياضية بجرومبيريا. ذكر قبل 45 ثانية على نهاية المباراة لهنا في قاعة جرومبيريا تقدم للفريق الضيف شبيبة القيروان مع 55-48. وفريق الشبيبة وقت مستقطع كان طلبه الفريق المحلي خليل النجار باعتبار انه فريقه متأخر في النتيجة الا 5. وفريق شبيبة القيروان بعد الوقت المستقطع اكيد تعديل الاوتار وكل لاعب باش يلعب ال 24 ثانية الاخيرة ويجيري الثواني الاخيرة وينتصر في هذه
المباراة تعتبر مباراة تحضيرية لعودة البطولة مسابقة كأس الجامعة الجولة الأولى. إياب نذكر الشبيبة في الصدارة دون هزيمة، 4-4 للشبيبة في انتظار الانتصار في هذه المباراة، 5-5 في كأس الجامعة دون هزيمة لفريق شبيبة القروان. 45 ثانية ما زالت على نهاية المباراة مع 5 لشبيبة القروان الفريق الضيف والامتلاك للدارية. أو ترجع للشبيب، ترجع للشبيبة مروان لغنش، مروان لغنش من جديد لشبيبة القروان يوسف الضيف، يوسف الضيف اسلام العجم، اسلام العجم، اسلام العجم، يوسف الضيف، يوسف الضيف، يوسف الضيف، اسلام العجم، 6 ثواني، اسلام، اسلام العجم من جديد التسديد من خارج القوس يضيع وترجع للدارية، ترجع للدارية، 17 ثانية خير على نهاية المباراة. لؤي احمد الغربي، احمد الغربي يضيع ترجع للشبيب، 9 ثواني على نهاية المباراة مع 5 للشبيب. اسلام العجم، اسلام العجم ونهاية المباراة بل 4 ثواني، 3-2-1 نهاية المباراة، نهاية المباراة بانتصار الفريق الضيف شبيبة القيروان على الدالية رذيبي غرومبيليا في قاعة غرومبيليا في مسابقة كأس الجامعة جولة الأولى إياب بنتيجة 53-48. نرجع مع تصريحات ما بعد المباراة عزيز.